الله يعيننا على الهذرة ذا الليل، لكنه فداء. شفت الثوب هذا؟ ولا بشرط يعجبك، أنا ما أتكلم عنك ولا عن الناس كلها، أنا أتكلم عن البيئة المحيطة فيني، ويمكن أنت تكون ضمن البيئة هذه ويعجبك الثوب هذا. والله ما قد لبسته في مناسبة ولا في 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 عشاء ولا في شغلة عند الناس المقربين لنا واللي يمنون عليه ويمنون عليهم، اللي يسألوني وش اسم القماش ذا ومن وين شريته. والله إني شاريه من محل في الحياة بلازا، العمري العمري المعماري شيء زي كذا، ماني متذكر اسمه، لكن لكم عهد عليه لأجيب لكم اسمه. يبيع أقمشة تحفة تحفة، الأقمشة ذي بتراب الفلوس عزكم الله. ولا هي دعاية له، قسما بجلال الله لا يدري عني ولا أدري عنه، والثوب ذا شريته قبل سنة القماش لكنه ب80 ريال. الفكرة وما فيها اللي أبغى أوصلها لك، مو بشرط يعجبك، لكن أنا أتكلم عن الناس اللي بيعجبهم. مو بشرط لما تجي تبغى تفصل ثوب انك تروح تفصل ثوب ب500 ولا ب600 ريال. ترى القماش ما يكلف حتى على راعي المحل نفسه. اغلب الاقمشه، اتكلم على ريتشي، اتكلم على الجداعي، ترى هذا العمري ما ادري المعماري، تراها ريتشي ما ادري الجداعي، ترى يبيعها ب70-80 ريال 3 متر. الفكره احنا نعرف ندفع فلوس بس ما نعرف من وين نشتري، ما نعرف من وين ندفع. قال لك ابغى افصل ثوب، راح لك اغلى خياط على اساس انه بس انه محل كبير وفي الخبر وعلى شارع رئيسي وعليه زحمه، راح سو فصل ثوب عنده، الثوب 600 ريال، وهو اصلا ما يكلف على الخياط حتى 150 ريال. الفكره وما فيها اللي ابغى اوصلها لك، اعرف من وين تشتري. مو بشرط انك تروح تبغى تفصل تروح الاغلى محل، تبغى تشتري اثاث تروح الاغلى محل، ترى الاشياء الكويسه تنباع في كل مكان، لكن تبغى من يبحث عنها. انا ابغى اوصل لكم فكره، ماني عارف، ما ابغى اكثر كلام، ان شاء الله انها وصلت الفكره. اعرف من وين تتسوق، مو بلازم اذا تبغى تسوي شيء انك تروح اغلى شيء، لا، ترى في اشياء رخيصه وبسيطه، وفي محلات تبيع الاشياء الغاليه هذه بسعر مناسب. اعرف وين تدفع الفلوس، فلوس هذه.